أهلا بكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بكامل الصحة والهناء وأنتم تتابعوا هذا الفيديو على قناتي. في هذا الفيديو جبت لكم ملخص شامل في القواعد اللغوية، لكن هذه المرة راح نكونوا مع الجمل، يعني راح نحاولوا كيفاش نراجعوا الجمل تاعنا كامل كيف كيف، باسكو ما كناش مالفين دوك نراجعوا حنايا الجمل كامل. وهذيك كنت ندير لكم ديريكتومون فيديو كومبلي، مي الفيديو هذاك يكون مركز غير على الدروس تاع عطف الناسق، عطف البيان، البدل، الاستثناء، اكسيتيرا، يعني راح يركز على القواعد بلوتو على الجمل البسيطه ولا الجمل المركبه ولا اي من الجمل. يعني في دروس الجمل نبدا نفوت لكم غير ليه باش على جال الوقت برك تاع لا فيديو، وباش زعما كشو ما يجيش طويل الفيديو بزاف. مي هذا هو الاشكاليه، سي كو معظمكم ما تفهموهمش مليح، تفهموا غير الدروس الاولى والباقي كامل شغل ما تكونوش حاضرين ابدا معها. ايبا قررت انه نقسم الفيديو تاع المراجعه تاع اللغه العربيه الى جزئين، حيث الجزء الاول يتناول ما كنا قلناه سابقا، والجزء الثاني سيتناول ما سنقوله الآن، ألا وهو الجملة البسيطة والجملة المركبة، بالإضافة إلى الجمل التي لها محل من الإعراب. نبدأ على بركة الله بالفيديو. عندنا الجملة البسيطة، يأتي كل عنصر من عناصر لفظها واحدا، وهي نوعان: جملة فعلية بسيطة، انتشر الاسم في الإسلام في العالم. بالنسبة للجملة البسيطة هي الجملة اللي ما تتكونش من عنصرين في آن واحد، إنما تتكون من عناصر متعددة في لفظ، ليست في لفظ مركب إنما في لفظ واحد فقط. كيفاش معناتها؟ معناتها ما تكونش الفعل والفاعل مثلا مع بعضهم، ولا بيكونش المفعول به مثلا مع الفعل في جملة واحدة مع بعضها في كلمة، لا، إنما تكون متقسمة إلى عدة أقسام. انتشر الإسلام في العالم. الجملة الاسمية البسيطة، المطالعة مفيدة، تكون متكونة من مبتدأ، خبر، فعل، فاعل، حرف جر، اسم مجرور، مضاف، مضاف إليه، اكسترا. بمتكونش كما الجملة المركبة اللي دوك نقول لكم عليها، ليكون أحد عناصرها جملة فرعية عفوا، وهي نوعان: جملة فعلية مركبة وجملة اسمية مركبة. مثلا في الجملة الفعلية المركبة عندنا جئت كي أدرس، جئت كي أدرس، جئت راهو بتكون من فعل اللي هو جاء، بالإضافة إلى تاء الفاعل التي تعود علي أنا. كي أدرس جملة فعلية مصدرية، هذه راهي تكون من زوج جمل. جملة اسمية مركبة، الكتاب مبتدأ وحده، فوائده كثيرة، جملة اسمية، يعني كل عفسة وحدها. يبقى هكذا باش يعني تزيدوا تفهموني أكثر. بالنسبة للجملة التي لها محل من الإعراب، على كل جملة فرعية يمكن تأويلها بمفرد وتفصيلها كالآتي. نبدأ بالتفاصيل تبعنا، عندنا حوالي 12 جملة، ما حسبتهمش إكزاكت، تقريبا 12 جملة، راح نكملوهم اليوم بإذن الله في فيديو واحد. الجملة الواقعة مفعولا به، المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل ويصح وقوعه جوابا لماذا، مثل: صنع النجار خزانة. ماذا صنع النجار؟ صنع النجار خزانة، يعني الخزانة هي مفعولة، عفوا، هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يقع المفعول به جملة فعلية أو اسمية في محل نصب دائما في الحالات التالية، يعني يجي دائما جملة فعلية في جملة فعلية واقعة في محل نصب مفعول به. إذا عندنا ثلاث حالات اللي يقدر يجي فيهم الجملة الواقعة مفعولا به: بعد الفعل قال، وما يقوم مقامه روى وحكى، يعني بعد هذه الأفعال تاع قال، ما يقوم مقامه روى حكى، وتسمى جملة مقول القول، يعني كتلقاو قال الأب الصبر سلاح مثلا.
هذه الصبر سلاح بعد جملة قال، فراح تقولوا جملة اسمية تبقون للقول واقعة في محل نصب مفعول به، باسكو قال هي الفعل والأب فاعل، الصبر سلاح هي جملة مقول القول أو جملة اسمية لمقول القول واقعة في محل نصب مفعول به. ليه ما قلناش جملة فعلية؟ باسكو هنايا ما كاش فعل، أنا نبداو بالاسم اللي هو الصبر، راهو اسم. إذا ما تقولوش بلي الصبر سلاح، الصبر مبتدأ وسلاح خبر. إنما الجملة التالية هي جملة اسمية لمقول القول واقعة في محل نصب مفعول به. إذا كان مصدرا مؤولا بأن ولا أن ولا أن ولا لو، مثل توقعت أنك ناجح، أنك ناجح، كي تلقى أن ولا أن والله لو، نقول عليها جملة اسمية مصدرية واقعة في محل نصب مفعول به إذا كان مفعول، عفوا، نقول عليها جملة اسمية مصدرية واقعة في محل نصب مفعول به. هاي ليكم كيفاش جات، توقعت أنك ناجح إذا كان مفعولا به ثاني لظن أو إحدى أخواتها، ظن خالة حسبة، زعب عاد علبة، صير جعلت اتخذ الى اخره. يعني كاين بزاف افعال هادو كنت حافظتهم يعني بالبيع وقعدوا لي حفظتهم على شكل اغنيه، لكن انتما حاولوا كيفاش تحفظوهم يعني باش ما يروحوا لكمش ويقعدوا لكم الاطوال فتره ممكنه. حتى الان هو قاعدين لي يعني عندي عامين ولا اكثر من اللي عقبت البيع، حتى الان هو يعني مازالوا عندي. عندنا مثل ظننت الجهل ينفع صاحبه، ظننت الجهل ينفع صاحبه، ينفع صاحبه جملة فعلية واقعة في محل نصب مفعول به ثاني اللي ظن، والأفعال التي تصب مفعولين كالآتي. عندنا ظننت الجهل، الجهل هو مفعول به أول وهذا مفعول به ثاني لظن وإحدى أخواتها. عدا الأفعال التي تصب مفعولين كالآتي، عدا أفعال اليقين، علم، رأى، وجد، ألف، أفعال تحويل، حول، ترك، صير، أفعال ظن، حسب، زعم، خال، أفعال المنح والعطاء، منح، أعطى، سقى، ألبس، إلى آخره. لدينا الجملة الواقعة حالا، الحال اسم منصوب يبين هيئة صاحبه عفوا حين وقوع الفعل، ويصح وقوعه جوابا لكيف، يعني هو سؤال عفوا هو جواب للسؤال كيف، راح تسأل على حال أو هيئة صاحب هذا الفعل. دخل وليد البيت مسرورا، دخل وليد البيت مسرورا، ودخل فعل عفوا ماض مبني على الفتحة، وليد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره، وهو صاحب الحال، البيت مفعول به منصور وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره، لأنه قد دخل وليد البيت، ماذا دخل وليد؟ دخل البيت مسرورا هي الحال تاعو، كيف دخل البيت؟ دخله مسرورا، حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويقع الحال جملة فعلية أو اسمية مثل جاء القوم يضحكون، كيف جاء القوم؟ جاء القوم يضحكون، جملة فعلية واقعة في محل نصب حال، جاء القوم وهم يضحكون، كي تلقوا ضمير مع هذاك الفعل راح تقولوا تلك جملة حالية، جملة اسمية واقعة في محل نصب حال، شبه جملة جار ومجرور أو ظرف، مثل أبصرت الخطيب فوق المنبر، كيف أبصرت الخطيب فوق المنبر، شبه جملة ظرف واقعة في محل نصب حال. هذوما اللي تقدروا تلقاوهم في الحال، هنا كي تلقاو فوق ولا تحت ولا الظروف تاع المكان والزمان، والله تلقاو الجار والمجرور مع كي تطرحوا السؤال راح تلقاوها هكذاك، بالاضافه الى كون وجود ضمير، او تقدروا تلقاو حتى الفعل وحده بهذه الصفه المستقله عن هذا المثال. بالنسبه للجمله الواقعه عاده لدينا الصفه او الذات ما يدل على وصف في اسم مذكور قبلها، يسمى الموصوف، مثل دخلت بستانا واسعا، بستانا واسعا، ماذا دخلت؟ دخلت بستانا واسعا.
هذا البستان كيفاش لقيتو عليه؟ اوصفه لي. هو بستان واسع كبير، اذا هذا راهي صفة، ماشي حاله. حاله واسع ابوسي بهذا صفة، وتتبع الموصوف تاعها باش تعرفوها والله تفرقوا بينها وبين الحال. الحال تاعنا يكون قبله عفسه، بي ما يكونش كيف تابع ليه، بي في الوصف راح يكون تابع ليه في الحركه الاعرابيه تاعو. كما هنا يا بستان هو الموصوف، واسعا هي الصفه، صفه منصوبه على بتوصف بها الفتحه ظاهره على اخرها، وتكون الصفه تابعه للموصوف ومطابقه له. ويقع الدات جمله فعليه او اسميه، يشترط في الموصوف ان يكون نكره، لان الجمله بعد النكره صفات، وبعد المعارف عفوا وبعد المعارف أحوال، مثل مررت برجل يعلم الناس، عفوا يعلم الناس، مررت برجل يعلم الناس، قسطينا مدينة شوارعها عتيقة. هذه جملة فعلية واقعة في محل جر نعت، وهذه جملة اسمية واقعة في محل رفع نعت. هذه أن يكون نكرة، لأن الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال، يعني ما لازمش يكون اللي قبلها معرف، إذا ما لازم يكون بدون معرفة. أعتذر شبه جملة جار ومجرور أو ظرف، مثل لمحت طائرا في القفص، شبه جملة جار ومجرور وقع في محل نصب. لدينا الجملة الأخرى، إذا راح نركز أكثر على الجملة التالت اللي راكم تشوفوا فيها دقة. الجملة الواقعة مضافا إليه، المضاف إليه اسم مجرور ينسب إلى اسم قبله يسمى المضاف، مثل دخلت مسجد القرية، مسجد المضاف. أعتذر، والقرية المضاف إليه. يقع المضاف إليه جملة فعلية في الحالات الآتية، بعد ظروف الزمان والمكان، بعد ساعة، يوم، ليلة، نهار، منذ، إذا، إذ، لما، حين، حيث. مثل وصلت من السفر ساعة أذن المؤذن. جملة فعلية واقعة في محل جار، أو عفوا في محل جر مضاف إليها، أو بعد إذا أضيفت إلى مصدر مؤول مختارا بأن بعد المصادر التي تعرف مفعولا لأجله، مثل أطالع الكتب قصد أن أتثقف. جملة فعلية بصرية واقعة في محل جر مضاف إليها، قبل، بعد، منذ، مثل أقرأ القرآن قبل أن أنام. جملة فعلية مصدرية واقعة في محل جر مضاف إليه، كذلك إذا أضيفت إلى ما مقترنة بقبل وبعد. وش راح تلقاوها؟ تلقاوها مثل صدقتك قبل ما أسمع حلفك. جملة فعلية واقعة في محل جر مضاف إليه. يتحفظوا هذا كامل باش تقدروا تعرفوا الجملة كيفاش جاية. بالنسبة للجملة الإسمية في حالتين، بعد ظروف الزمان والمكان، يوم، ليلة، ساعة، مثل نزلت من الحافلة ليلة المطر متساقطا. نزلت من الحافلة ليلة المطر متساقط، جملة اسمية واقعة في محل جر مضاف إليها. كذلك مصدر مؤولا بأن بعد الكلمات رغم مع سوى غير حد، رغم مع غير سوى حد، مثل شاهدت القمر إلى حد أن النعاس ذهب. جملة اسمية مصدرية واقعة في محل جر مضاف إليها. هذوك الكلمات يتحفظوا، نحفظهم على شكل أغاني فقط باش يترسخوا أكثر، باش يكونوا أفضل في الترسيخ فقط في هذا الشيء، شغل لحد الكلمات هذول اللي راح نحفظهم باش يكون أفضل ترسيخا. وراني لقيتهم يعني لحد الآن ومازالني حافظتهم، لهذا حاولوا تعتمدوا هذه الطريقة أفضل لكم. الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ، المبتدأ اسم مرفوع يقع في أول الكلام غالبا، أما الخبر اسم مرفوع به تتم الفائدة مع المبتدأ، مثل الصبر ضياء، الصبر مبتدأ، ضياء خبر.
يقع الخبر جملة فعلية أو اسمية مثل المطر تساقط البارحة جملة فعلية واقعة في محل رفع خبر للمبتدأ. أما بالنسبة لهذه الجملة الأمهات رأيهن سديد جملة اسمية واقعة في محل رفع خبر للمبتدأ. شبه جملة جار ومجرور أو ظرف مثل الطيور على الأغصان شبه جملة جار ومجرور واقعة في محل رفع خبر لمبتدأ. جملة واقعة مضافة إليه. إذن نروح إلى الجملة الواقعة خبرا لناسخ كان وأخواتها كان وأخواتها إنا وأخواتها. سميت بنواسخ لأنها تنسخ أو تغير آخر المبتدأ والخبر وتضيف معنى جديدا لهما. الجملة الواقعة خبرا لكان وأخواتها دوكو شوفوها وشوفوا إنا وشوفوا كان. كان وأخواتها ترفع المبتدأ فيصبح اسمها وتنصب الخبر فيصبح خبرها وهي كان أصبح أضحى ظل أمسى بات صار ليس ما زال من فك ما برح ما فتئ ما دام. يقع خبر كان وأخواتها جملة فعلية أو اسمية صار الحاسوب نفعه كثيرة من فك المرض يلاحق صديقي جملة اسمية وقع في محل نصب خبر صار جملة فعلية وقع في محل نصب خبر من فك جملة شبه جملة جار ومجرور أو ظرف أضحى أبي في المعمل شبه جملة جار ومجرور وقع في محل نصب خبر أضحى. الجملة الواقعة خبر لأفعال الشروع أو المقاربة أو الرجاء كلها تعب العمل كان. أفعال الشروع تدل على الشروع والبدء في وقوع الحدث يعني البدء في العمل مثل بدأ ابتدأ شرع أنشأ أخذ طفق هب. أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الحدث لكنه لم يقع بعد وهي كاد أوشك كرب. أفعال الرجاء تدل على أن الفعل الذي بعدها يرجى وقوعه وهي عسى حرى اخلولق. خبر الأفعال السابقة يأتي دائما جملة فعلية فعلها مضارع مثل شرع الفلاح يحصد الزرع جملة فعلية وقع في محل نصب خبر شرع وعسى الوباء أن يرتفع جملة فعلية وقع في محل نصب خبر عسى. هذو كامل كي تلقاو بعدهم الجملة فهذيك الجملة راهي جملة واقعة خبرا لأفعال يا إما الفعل هذا كشروع يا إما مقاربة يا إما رجاء على حسب. الجملة الواقعة خبرا لإنا وأخواتها إنا وأخواتها تنصب المبتدأ فيصبح اسمها وترفع الخبر فيصبح خبرها وهي إنا أنا كأنا لكن ليت لعل. يقع خبرها جملة فعلية أو اسمية ليت الطفولة تعود جملة فعلية واقعة في محل رفع خبر ليت لعل الامتحان أسئلته أو أسئلته سهلة جملة اسمية واقعة في محل رفع خبر لعل. شبه جملة إن الفلاح في الحقل شبه جملة جار ومجرور واقعة في محل رفع خبر إنا. كتلقاو هنايا وش متانا عندك إنا ولا ليتا ولعلا وتلقى هنايا في وسط هذه الجملة اللي سطرك عليها ولا يحطها لك بين قوسين تلقى في الحقل والله تلقى لعلا والله تلقى عفوا تلقى في الحقل ولا تلقى إلى الحقل أو يعني تلقوا هنايا عفوا حروف الجر ولا تلقوا ظروف المكان والزمان عرفوها بلا راهي شبه جملة. نروح دوكا إلى ثم الجبل هو ماشي 12 خلطت فقط في العد وقلت لكم ما عديتهمش. اذا راح نحاول كيفاش نكملوها بدقة قولنا غير زوج. الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم. أسلوب الشرط عبارة عن جملتين متلازمتين لا يتم بعد الأولى إلا بالثانية وعناصرها كالآتي من يفعل الخير ينال الجزاء. أداة الشرط جملة الشرط جواب الشرط هاي من أداة شرط يفعل الخير جملة الشرط ينال الجزاء جواب الشرط من يدرس ينجح يدرس هي جملة الشرط ينجح جواب الشرط. أدوات الشرط نوعان جاذبة وغير جاذبة. بالنسبة لأدوات الشرط الجاذبة حروف الشرط وهي إن إذ ما وأسماء الشرط وهي من با مهما متى أيانا أين أنا حيثما أينما كيفما أي. تجذب فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. الفعلان المجذوبان قد يكونان مضارعين أو ماضيين في محل جذب أو مختلفين مثل إذ ما تطالع تتثقف.
تطالع فعل مضارع مجزوم بإذبة وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. هنا كذلك من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، حفر فعل ماض مبني على الفتحة في محل جزم. قد يرد جواب الشرط جملة اسمية أو فعلية مقترنة بالفعل، مثل من يزرع أرضه فهو الناجح، جملة اسمية واقعة جوابا لشرط في محل جزم. قد يقترن أيضا جواب الشرط بإذا الفجائية فتنوب عن الفاء في الربط، وذلك مع الجازم إذا فقط، مثل وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. راح أجودها بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون، هم يقنطون. هذه جملة جملة اسمية واقعة جوابا لشرط جازم. لدينا الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم. أدوات الشرط الغير جازمة نوعان: حروف شرط لو لا لوبا، أسماء الشرط إذا لبا كلبا. تكون الجملة الواقعة جوابا لشرط لا محل لها من الإعراب إذا كانت جملة الشرط مسبوقة بأداة الشرط غير جازمة، مثل لولا رحمه الله لهلك الناس. جملة فعلية واقعة جواب شرط لا محل لها من الإعراب إذا لم تكن جملة جواب الشرط الجازمة مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية، مثل إذ ما تشتهد تنال جائزة. جملة فعلية واقعة جواب لشرط لا محل لها من الإعراب. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولو بقليل. تلقاو في فيديو قادم بإذن الله مع ملخصات أخرى ومراجعات أخرى، ومع السلامة، إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.